أعلنت السلطات السعودية مساء الأحد إيقاف لواء متقاعد وموظفين في عدد من وزارات الدولة للتحقيق معهم على خلفية اتهامات في قضية فساد كبيرة بمبلغ حوالي 200 مليون ريال أي 53 مليون دولار أمريكي. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن مصدر مسؤول في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد نزاهة بأنه تمت مباشرة عدد من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية وأنه جار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وإن لم يكن مكافحة فساد على رأس السلطة معناته أنت ما عندك مكافحة فساد ولا. وكانت أبرز القضايا التي أعلنت عنها الهيئة إيقاف لواء متقاعد واثنين من الموظفين المتقاعدين على المرتبة 15 بوزارة الحرس الوطني لحصولهم على مبالغ نقدية من شركات محلية وشركة أجنبية متعاقدة مع الوزارة، حيث حصل الأول على مبلغ 20 مليون و500 ألف ريال. وكشفت الهيئة عن أن اللواء المتقاعد استلم جزءاً من تلك المبالغ نقداً والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وكذلك تحويل جزء منها لرجال أعمال واستثمارها معهم واستعادتها بعد ذلك. أما الموقوفان الآخران اللذان كانا يعملان في الحرس الوطني فقد حصل أحدهما على مبلغ 30 مليون و153 ألف ريال استلمها نقدا على دفعات، فيما حصل الآخر على مبلغ 147 مليون و400 ألف ريال استلم جزءا منها نقدا والمتبقي من خلال شراء عقارات باسمه، وذلك مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لبعض الشركات. وأعلنت الهيئة عن إيقاف مدير عام المشروعات بوزارة التعليم العالي سابقاً وخمسة رجال أعمال لقيام الأول بتأسيس شركات بمشاركة رجال الأعمال والحصول من خلالها على مشروعات بالوزارة والمبالغة بأسعارها، وإلزام الشركات الأخرى المتعاقدة مع الوزارة بالتعامل مع الشركات الخاصة به وحصوله على مبالغ مالية من ذلك. وقد بلغ إجمالي ما حصل عليه المذكورون ما يقارب 198 مليون ريال مقابل تسهيل إجراءات الترسية والصرف لتلك الشركات.